الذهب هيوصل ل5000 جنيه، يعني اوعى لو عندك ذهب تبيعه دلوقتي خالص. ممكن تشتريه وتشيله لغاية كام شهر جايين، وده مش كلامنا، ده كلام الخبراء المتخصصين اللي قالوا اللي اشترى الذهب الفترة اللي فاتت ما خسرش حاجة، بالعكس ده كسب. لكن ايه المفروض تعمله الفترة دي؟ تفاصيل كتير هتعرفها لو تابعتني لآخر الفيديو، فخليك معانا. ناس كتير شايفة إن ارتفاع أسعار الذهب دلوقتي ارتفاع مؤقت، وكلها أيام وأسعار الذهب تنخفض لما الأوضاع تستقر، يعني زي ما حصل في بداية السنة. علشان كده كل اللي اشترى الذهب ب4000 وبالأسعار الموجودة دلوقتي ندم وحس إنه تسرع في الخطوة دي. بس خليني أقولك إن قرار شراء الذهب دلوقتي أنسب قرار أخدته، لأن في توقعات كتير شايفة إن الذهب هيوصل لأرقام كبيرة ما سمعناش عنها قبل كده. وسامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن زيادات أسعار الذهب في الوقت الحالي عالمية ومرتبطة بأحداث وتطورات عالمية، عكس الزيادة اللي حصلت في بداية السنة واللي كانت غير منطقية بالنسبة للسعر العالمي. علشان كده قال الذهب طالما جاب سعره ونزل عنه فترة فهيجيبه تاني، واللي اشترى الذهب بسعر 4000 بقول له برافو انك ما بعتهوش، واستنى لحد ما تحقق ربح. الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل. سامح قال كمان ان قناعات المستهلكين اتغيرت، وان 99% من المواطنين كانوا بيشتروا الذهب للزينه، ولكن الوضع اختلف دلوقتي، بقى يشتروا سبائك يستثمروا فيها. اللي اكد الكلام ده وبشكل عملي هو هاني ميلاد في شهر مارس اللي فات، لما سعر الذهب زاد في بدايه السنه ووصل لرقم كبير جدا، وقتها الناس اشترت بكميات كبيرة. لكن بعد قرار المركزي وخفض سعر الدولار أسعار الذهب نزلت بشكل كبير قوي، وساعتها الناس اللي اشترت قلقت من الخسارة. بس هاني قال إن انخفاض الذهب ده مؤقت وهيجي وقت والذهب يوصل لرقم كبير قوي، علشان كده نصح كل اللي اشترى ما يباعش، لكن قال إن أي حد عايز يشتري يروح فورا، لأن ده أنسب وقت للشراء مش للبيع، وده فعلا اللي بيحصل دلوقتي واللي شايفينه بعنينا في السوق. وما تفتكرش ان الذهب دلوقتي وصل لاكبر نقطة ليه، بالعكس دي اسعار الذهب دلوقتي اقل بكتير من اللي هنشوفها الايام اللي جاية، وخاصة في بداية 2025 بسبب الاحداث العالمية اللي لو اتوترت اكتر من كده سعر الذهب هيوصل ل5000 جنيه. ده غير ان في شهر يناير اللي جاي ميعاد استحقاق شهادات 27%، وده أكيد هيرفع سعر الذهب علشان الطلب هيكون زيادة عليه من المودعين اللي خدوا عائد الشهادات وعايزين يستثمروا في الذهب. وطبعا مادام في زيادة في الطلب هيكون في زيادة في السعر. كمان أمير رزق الخبير الاقتصادي توقع إن سعر الذهب يوصل ل5000 جنيه لعيار 21 سنة 2025 بسبب زيادة التوترات السياسية والعالمية وشراء الصين والهند كميات كبيرة من الذهب. يعني لو الجرام فعلا زاد بالشكل ده فكل اللي اشترى دلوقتي هيكون محظوظ وهيكسب بعد كام شهر من دلوقتي مبالغ ما كانش يتخيلها تطلع من الذهب. ودلوقتي قلنا، شايف ان ده انسب وقت لشراء الذهب ولا للبيع؟